فرغم ذلك نشاهد بان يعني المهتمين بالحديقه ما ناسيش الشغل ديالهم، رغم اننا في واحد طوارئ ديال الحضار هما خدامين شغلهم، هما مهتمين بالحديقه وعطينا الاهميه ديالها الخاصه، تقطعوا الربيع يعني الخدمه ديالهم مستمره، هما واصحاب النظافه يعني هاد الناس ما تيجلسوش، يعني خصنا نعطيهم اعتبار كبير، نقدروا الخدمه ديالهم والخدمات اللي كيقدموا يعني شيء كبير، رغم انهم تما من حقهم يجلسوا في ديورهم ويتخلصوا، ولكن رغم ذلك ولكن زعما بما انهم عندهم واجب كبير، مهنه ثقيله فمسؤوليه كبيره فخصهم يحترموها، يعني هذا قانون ديال العمل، كان تا هما عندهم الحق يجلسوا في ديورهم، لان تا هما بشر يقدر يتعاداو تا هما باي طرق، خصوصا هما متعرضين يعني الاماكن يمكن تكون فيها المشاكل، ولكن المهنه فوق كل شيء.